شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا غير مسبوق في قطاع التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة، ليشهد التمويل الموجه إلى هذا القطاع زيادة ب 650% بين 2020 و2023 بحسب تقرير لشركة ماجنت. وتتوقع ماكنزي أن تتضاعف إيرادات التكنولوجيا المالية في المنطقة بثلاث مرات، تقريبا من 1.5 مليار دولار في عام 2022 إلى نحو 4.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مما سيعزز حصة التكنولوجيا المالية من إيرادات الخدمات المالية من أقل من 1% إلى 2.5% خلال هذه الفترة. وقد حققت السعودية على وجه الخصوص تقدما سريعا في صناعة التكنولوجيا المالية منذ عام 2018 عندما أطلق البنك المركزي وأيضا هيئة السوق المالية فنتك السعودية، وهي مبادرة ساهمت في زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية بعشرين ضعفا لتصل بنهاية الربع الثاني إلى 224 شركة وجذبت استثمارات تزيد عن 4 مليارات ريال. هذا إلى جانب إطلاق البيئة التجريبية التنظيمية للتكنولوجيا المالية أو ما يعرف بساند بوكس ومسرعات الفنتك، وهي برامج لعبت دورا أساسيا في دعم القطاع. وبالإضافة إلى ذلك قدمت الكيانات التي تقودها الحكومة مثل الشركة السعودية لرأس المال الجريء تمويلا كبيرا لمشاريع الفنتك إلى جانب استثمارات القطاع الخاص. كذلك عززت رؤية السعودية 2030 دور التكنولوجيا المالية في الاقتصاد الوطني، حيث حددت أهدافا طموحة تشمل إنشاء 525 شركة في مجال التكنولوجيا المالية وخلق 18,000 فرصة عمل. هذا إضافة إلى المساهمة ب 13 مليار و300 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وشهد النصف الأول من هذا العام نمواً كبيراً في تمويل التكنولوجيا المالية في السعودية بنمو ب 391% على أساس سنوي، بدعم من ثلاث من أكبر خمس صفقات في المنطقة تشمل ميسر وأبيان كابيتال وساي فاي كما نرى هنا.